بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك، أهلا بكم. معكم أيمن إبراهيم في سلسلة دورات أيزو ستاندر. هنستكمل مع بعض إن شاء الله مواصفة الأيزو 19011 الخاصة بالمراجعة على نظم الإدارة المختلفة. اتكلمنا فيما سبق عن مقدمة عن الموضوع، أخذنا التعريفات، اتكلمنا على مبادئ المراجعة، اتكلمنا على إدارة برنامج المراجعة، وبعد كده ابتدينا نتكلم على عملية تنفيذ المراجعة نفسها اللي هو بند نمرة 6. فعملية تنفيذ المراجعة أخذنا مقدمة عامة وقلنا إزاي بنبتدي عملية الأوديت والتواصل مع العميل، إزاي بنجهز لعملية الأوديت، وأخذنا الجزء الأولاني من 4-6 اللي هو تنفيذ عملية الأوديت نفسها، ودي من هو دي بقى الخلاصة، أنت إزاي بتنفذ عملية الأوديت نفسها، تعمل عملية المراجعة على الإدارات. اتكلمنا ايه الأساسيات العامة المفروض ننفذها، اتكلمنا على ازاي نحدد المسؤوليات لكل فريق موجود ضمن فريق المراجعة، اتكلمنا على جلسة الافتتاح او الاوبننج ميتنج، اتكلمنا على التواصل اثناء الاوديت، اتكلمنا على المعلومات اللي انت محتاجها في الاوديت ومدى توفرها وازاي يبقى ليك اكسس عليها. النهارده ان شاء الله هنستكمل النص الثاني مع بعض ان شاء الله، هنتكلم عمليه مراجعه الوثائق اثناء الاوديت، ازاي نجمع ونتحقق من المعلومات، ازاي نطلع نتائج للاوديت اللي هي جنريتنج الاوديت فايندنج، وازاي استنتاج بقى الاوديت اللي هو الاوديت كونكلوجنز، وفي الاخر بنختم بيه جلسة الختام او الكلوزنج ميتنج مع بعض. في عملية مراجعة الدوكيومنتد انفورميشن دي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم نحطها في اعتبارنا واحنا بنراجع، لان الدوكيومنتس ده جزء مهم ومطلوب في المواصفة. المواصفة محددة بعض الكلوزز حسب طبيعة المواصفة، طبعا حسب طبيعة كل مواصفة ليه الحاجات المفروض تبقى ايه موثقة، سواء مينتين دوكيومنت انفورميشن جزء من السيستم، اجراءات تعليمات او حاجات زي كده، او ريتين تبقى ريكورد او ايفيدنس دليل ان الحاجة دي متطبقة، بزائد الحاجات التانية المطلوبة من الشركة او من التشريعات والقوانين الخاصة بالبلد. فمهم جدا مراجعة الوثائق ان هي بتديني ثقة بمدى تطابق النظام مع المعايير اللي انا بعمل عليها الاوديت، وبتدعم نشاط عملية الاوديت. نخلي بالنا هنا لو الاوديت بيتعمل بالشراكة مع احد الجهات او احد الاشخاص، ان الشراكة دي ما بتؤثرش على كفاءة عملية الاوديت واتمام عملية المراجعة بشكل جيد. نقطة مهمة جدا لازم نحطها في اعتبارنا أثناء عملية المراجعة، ألا وهي لو أنت حسيت إن العميل مش مساعدك إن أنت يديك الوثائق اللي أنت محتاجها كما هو مطلوب من الموصى أو من الشؤون القانونية أو بيتلكى أو الكلام ده كله، لازم توقف الأوديت في الوقت المناسب على طول، أو ما بتحس إن أنت وقتك هيضيع ومش هتاخد الحاجة مظبوطة أو كل حاجة يقولك مش موجودة مقفولة الكلام ده كله، وبتستدعي المسؤول عن الشركة بتبلغه، وبتبلغ الجهة اللي بعتاك سواء جهة منح شهادات أو عميل تاني بتعمل سكند بارت أوديت، تقول له ان انا مش حاضر لان هو الاوديتي المراجع عليه مش بيساعدني ان انا اخد المعلومات. وحسب هدف الاوديت وطبيعة الاوديت انت بتاخد القرار ان احنا نكمل الاوديت او نوقف الاوديت ونعمل له خطة تانية في وقت تاني. بعد كده هنتكلم على تجميع المعلومات والتحقق منها عشان نتأكد مدى التطابق مع المعايير اللي انا بعمل عليها الداتا. طبعا عشان تجمع معلومات جيدة لازم تختار عينة ممثلة بشكل جيد، دي خبرة بتكتسبها كمراجع. مثلا انت رايح على ادارة المشتريات، انت بتشتري، بيقولك بتشتري خامات اولية، بشتري قطع غيار، بشتري مواد تعبئة وتغليف، يبقى انت تاخد عينة من كل حاجة، عينة من المواد الأولية، عينة من قطع الغيار، عينة من مواد التعبئة والتغليف، يبقى انت كده غطيت، دخلت صالة الإنتاج. أنا بنتج أربع آلات من المنتجات، بنتج مثلا مواتير، بنتج رابرز،
سيور جلد بنتج مسامير، يبقى بتاخد عينة من منتج ده ومن منتج ده ومن منتج ده. دخلت شركة أدوية بينتج مضادات حيوية، بينتج أدوية كحة، بينتج فورات أو حبوب أو كبسول. يبقى أنت تاخد عينة، تاخد عينة من المضادات الحيوية، تاخد عينة من دواء الكحة، تاخد عينة من المراهم أو الفوار. يبقى أنت بتاخد عينة ممثلة تغطي السكوب بتاع الأكتيفيتي أو بتاع العملية الإنتاجية اللي أنت شغال فيها، وبالتالي تقدر تتحقق من خلال مراجعتك لهذه العينة الممثلة عشان تتأكد قد إيه الدنيا عندك كويسة. المعلومات اللي أنت بتاخدها دي لازم تبقى مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بأهداف الأوديت، مرتبطة بمجال الأوديت، مرتبطة بالمعايير اللي أنت على أساسها هتنفذ عملية الأوديت، والعلاقة ما بين الإدارات عشان تحقق مفهوم البروسيس أبروتش، تأكد إن في تناسق. يعني أنت لو خدت عينة انتيبيوتيك مثلا نوع فلاني، خلاص بتشوفه في المشتريات، تنزل في المخازن تسأل عليه، تروح الانتاج تسأل عليه، تروح مخازن المنتج النهائي تسأل عليه، تشوف اللوجيستيك والديستريبيوشن تسأل عليه. فده يحقق لك نوع من الترابط ما بين الادارات المختلفة. انت بتاخد نفس العينة وتمشي بيها بالعرض كده في كل الادارات، تسأل على نفس العينة، نفس المنتج، نفس الخامات اللي انت استخدمتها، بحيث تتأكد ان في ترابط وتناسق ما بين الادارات المختلفة. اوعى تاخد عينات مختلفة عن بعضها في كل ادارة، يبقى انت كده مش هتلاقي دليل تحقق مدى تجانس الادارات المختلفة وعلاقاتها مع بعض اثناء عملية المراجعة. بعد كده بنخش في عملية التحقق. عملية التحقق هي مراجعة المعلومات اللي انت جمعتها مقابل للمعايير الاوديت، بتخرج منها بنتيجة هل في حالة مطابقة او عدم حالة مطابقة. طب افرض المعلومات اللي انت جمعتها وانت بتراجع الوثائق انت شايفها مش كافية، مش عشان العميل مقصر معاك، ولكن هو طبيعة الشغل كده، ومش مطلوبة من المواصفة ان هي تبقى دوكيومنتد بالتفصيل اللي انت عاوزه. فبتستخدم مهاراتك الاخرى زي ما هنتكلم دلوقتي ان انت تتحقق من مدى دقة هذه المعلومات وصدقها، وبالتالي انت بتاخد الاوديت ايفيدنس او دليل المراجعة اللي هو بيقودك الى نتائج المراجعة ان هي تمت بشكل جيد. اثناء الاوديت لو لقيت اي حاجة متغيرة غير المتفق عليها، غير اللي موجودة في البيانات اللي عندك، لازم بتحطها في اعتبارك وبتبلغ فيها الجهات المختصة لو هي هتأثر بشكل غير إيجابي، هتأثر بشكل سلبي على عملية الأوديت نفسها. ناخد بقى العملية باختصار كده، إيه عشان إيه ما نلخبطكمش. يبقى أول حاجة بتدور على مصدر المعلومة. أنا هاخد المعلومة من عند مين؟ من عند الإدارة الفلانية أو الإدارة الإعلانية أو هكذا. طيب بعد كده بحدد العينة الممثلة اللي انا هتديني المعلومات الكافية اللي انا هقدر اشتغل بيها. بعد كده بدور على الاوديت ايفيدنس او ادلة المراجعة اللي انا بتقول لي هل الحاجة دي مطابقة ولا لا. خلاص طبعا بخش في مرحلة ايه؟ مرحلة التحقق. باخد ادله المراجعه دي واقارنها بالمعايير الكريتيريا بتاعتي، خلاص، واشوف مدى ايه التطابق، بخرج في الاخر بنتائج المراجعه او الاوديت فايندنج، هل انا عندي يكون في حاله مطابقه ولا حاله عدم مطابقه، وفي الاخر براجع التقرير بتاعي والكلام ده كله، وباخد الاوديت كونكلوجن او استنتاج المراجعه اللي هو هل السيستم فعال بنسبه كام او مش فعال خالص، فعال بنسبه 20% 30% 50% 90%، طب الجاب دي عباره عن ايه، وابتدي اكتب حالات عدم المطابقه. طيب اجمع معلومات ازاي غير مراجعه الوثائق؟ يبقى انت عندك ثلاث طرق اساسيه بتجمع منهم معلومات. اول حاجه الانترفيو. الانترفيوز دي او المقابلات الشخصيه دي مهمه جدا، انت بتقيس بيها كذا حاجه. اول حاجه بتجمع معلومات، بتقيس الكومتنس او كفاءه الموظف، بتقيس الوعي بتاعه بتقيس الاورنس، خلاص، بتقيس التواصل كوميونيكيشن، انت بتغطي بيها اكتر من كلوز جوه المواصفه. 7-2 الكومتنس و7-3 الاورنس كوميونيكيشن، وبتشوف معاه 7-4 اللي هي الكوميونيكيشن،
خلاص، وبتناقش مع بقى بقيه الحاجات بتاعت المواصفه اللي هي مش مطلوب ان هي تبقى دوكيومنتد انفورميشن، فبتشوفها معاها بشكل جيد. بعد كده الاوبزرفيشنز، وانت ماشي بتشوف سلوكيات العمال، بتشوف الحركه، مسار المنتجات بيسموها الورك فلو، مسار المنتجات ومسار العمال، العمال ملتزمه بالتعليمات، الكلام اللي هو مكتوب في الورق وفي السيستم، ان الناس لابسه الحاجات الواقيه، الكلام ده كله، بتشوف البنيه التحتيه. فانت مش كل حاجة بتشوفها في ورق، او مش كل حاجة بتشوف الانترفيو، لكن وانت ماشي في المصنع انت بتتحقق من التطبيق، من مدى التزام الناس بكل المعايير، سواء جودة او بيئة او سلامة وصحة مهنية او سلامة غذاء او كده. فوانت ماشي في المصنع الرؤية عندك مهمة جدا، ان هي تديك النتائج المطلوبة. وطبعا اخر حاجة اللي اتكلمنا عليها ان هي مراجعة الوثائق. يبقى دول 3 حاجات مهمين جدا ان انت بيبقوا ميكس معاك، خليط كده جميل، خلاص انت بتوزعه بالشكل المناسب. بعد كده بنطلع النتائج الاوديت، جنريتنج الاوديت فايندنج، اللي هي 6 4 8. نتائج المراجعة هي عملية تقييم، تقييم ادلة المراجعة او الاوديت ايفيدنس ضد الايه فيرسس ايه، مقابل ل المعايير الاوديت نفسها. ومدى التطابق ده بيخرجك بنتيجتين، هل هي في كونفورميتي، في تطابق مع الكرايتيريا دي، ولا نون كونفورميتي. نون كونفورميتي اعملها كلاسيفيكيشن معايا، هل هي ميجر ولا ماينور، ولو هي كونفورميتي بتقول لي ايه جود براكتس، يعني الحاجات اللي هو مطبقها ايه احسن حاجه معايا، يعني ايه احسن حاجه هو مطبقها، مطبقها بشكل متميز، ايه فرص التحسين، ايه الملاحظات اللي انت شايفها اللي ممكن تؤدي الى حالات عدم مطابقه. وفي الاخر بتفسر حالات عدم مطابقه، انت بتخرج في الاخر بنتائج الاوديت، يا اما هو مطابق وعنده بيست براكتس، او مطابق على الحد الادنى، يا اما هو بتطلع عنده فرص تحسين معينه محتاج يشتغل عليها، دي خبراتك اللي انت بتديها له، او عنده اوبزرفيشن حاجه ممكن تبقى نون كونفورميتي. يعني مثلا لو احنا بنقيس مثلا نسبه الصوت مثلا 100 ديسيمل مثلا، والنتيجه عنده 98 99، فتقول له خلي بالك ان انت قربت انت تعدي الليجال ليميتس مثلا، على سبيل المثال مثلا، او نسبه الميكروبيولوجي مثلا ايه في الاغذيه، نسبه البكتيريا مثلا 1000 10 اس 5، انت لقيت عنده 10 اس 4، تقول له خلي بالك كده انت مقرب ليه، هيبقى عندك ايه مشكله في وقت ما، فخلي بالك من النظافه، خلي بالك من كذا. او منتج بتقيس نسبه البروتين بتاعته، فلقيت مثلا المينيموم تبقى 5%، وهو ابتدى يخش ايه 5.1 5.2، تقول له خلي بالك انت كده ايه هتخالف القانون، وهكذا يعني. خلاص، فانت بالاوبزرفيشن هي مطابقه بس على الحد ممكن تؤدي الى حاله عدم مطابقه. طبعا اما بتطلع نون كونفورمتي لازم ايه الحاجات اللي بتسجلها في النون كونفورمتي عشان الناس بتتلخبط. اول حاجه بنسجلها زي ما شرحناها في محاضره الانترنال اوديت بالتفصيل، بس هنا هنعملها اجمالا بس، واللي عاوزها بالتفصيل يرجع لها في محاضرات المراجعه الداخليه. بنكتب اول حاجه الاستيتمنت بتاعت نون كونفورمتي، ايه المشكله فين؟ اننا مثلا ما فيش سيطره على الاوبريشن، خلاص يبقى دي الاستيتمنت. طب ايه الاوبجيكتيف ايفيدنس بتاعتك؟ ان انا لقيت 2 عمال من 7 عمال مش لابسين البي بي ايز بتاعتهم. خلاص، طب ايه الريفرنس بتاعتك؟ مثلا ايه 8 5، سوري 8 1 مثلا. خلاص، او البروسيديوز رقم كذا بيقول ان كل العمال لازم يلتزموا وما حصلش الايه الالتزام. خلاص، وكل الكلام ده لازم يبقى ايه موثق. وبعد كده بنعمل له جريدنج، هل هو ماينور ولا ميجور، هل هي ايه صغرى ولا عظمى. قلنا الماينور اللي هو ايه عدم تطبيق جزئي ولا يؤثر على كفاءة السيستم ككل، الميجور اي حاجة مش مطبقة خالص، او حاجات صغيرة مطبقة فيها مشاكل في كل ادارات، كل ما اروح الادارة او عملية الاقي ناس مش ملتزمة بالبي بي ايز، وكده انا عندي مشكلة ايه مشكلة عامة. خلاص، النون كونفورمتي لازم اوثقها كويس وابعتها للعميل، العميل لازم يبقى فاهمها ومستوعبها كويس واكسبت ليها، واي مشاكل لازم احلها، ولو في مشاكل انا شايف العميل مش مقتنع رغم ان انا صح بسجلها في التقرير، هو من حقه ان هو اسكليت ان هو يرفع لمديري لو هو ايه معترض على النون كونفورمتي، ومديري بيراجع الكلام ده كله بيرد عليه، وهو الحكم ايه النهائي اللي هو بيبقى التكنيكال مانجر او المدير الفني جوه الايه الاداره.
بعد كده بنتكلم على الكونكلوجن بقى والاستنتاج بتاع الاوديت، الخلاصه ايه مهمه جدا. واحنا بنشتغل على الكونكلوجن، هدف الكونكلوجن ان انا بجهز بحضر للكلوزنج ميتنج اللي هو جلسه الختام او القعده النهائيه اللي هقعدها. فلازم انا كتيم ليدر كرئيس فريق مراجعين مع الفريق بتاعي بنقعد مع بعض بنراجع بقى كل نتائج المراجعة، بنراجع مع بعض بنتفق على الاستنتاج النهائي، بنتفق بنجهز ريكومنديشنز سواء نمنحه شهادة جديدة أو هنجدد الشهادة، لو محتاج في نان كونفورميتي بنراجع النان كونفورميتي كلها حالات عدم المطابقة ونتفق هل في فولو أب ولا لأ. بعد كده انت بتقعد مع الاوديتي معايا اللي هو مدير الجوده او كده، وبتراجع معاه بقى الحاجات دي كلها وبتقول له الملاحظات بتاعتك وكل التحفظات، وبتسيب له فرصه يرد قبل ما تخش على الايه على الكلوزنج ميتنج. وفي الاخر بتاخد خلاصه ان انت لازم تتاكد ان اللي انت كاتبه ده في الاخر كافي ان هو يقول هل السيستم ده درجة التطابق بتاعه ايه، مستوى كفاءة التطبيق بتاعته ايه، مدى تحقيقه لاهداف ومجال والكريتيريا او المعايير الاوديت والفايندنج كلها اللي احنا اتكلمنا عليها من 5 دقايق فاتوا. بعد كده الكلوزنج ميتنج ده مهم جدا. الكلوزنج ميتنج ده بيجهزوا رئيس فريق المراجعين، ولازم بيحضروا ممثلين عن الشركة، ويفضل طبعا بيحضروا الناس اللي اتعمل عليهم اوديت خلاص عشان نستعرض فيه كل الكلام اللي احنا قلناه. خلاص مهم جدا ان الكلوزنج ميتنج يبقى فيه تمهيد زي ما اتكلمنا مع الاوديتي، ولو في اتفاق على خطه او اكشن بلان بنتفق عليها. تفصيل المدى التفاصيل اللي هتكلم فيها توقف حسب طبيعه الاوديت، هل فيرست بارتي سكند بارتي ثيرد بارتي، ومدى نضوج السيستم ومدى وعي الناس بعمليه الاوديت. ونفس الكلام درجه الفورماليتي الرسميه بتختلف، انترنال اوديت داخليا انت عارفهم غير سكند بارتي على الصبايا، غير ثيرد بارتي بقى اكتر رسميه وفورمال، فبتختلف الفورماليتي بتاعته او الرسميه بتاعته حسب طبيعه الاوديت فيرست سكند ثيرد بارتي. اوكي طيب في الاخر ببتدي انفذ عمليه المراجعه. عمليه المراجعه بتبتدي ان انا بشكر الشركه وبشكر الناس على تعاونهم معايا، باكد على ان الاوديت بيعتمد على عينه، بشرح طريقة التقرير هتبقى عاملة ازاي، بقول الاوديت فايندنج بالترتيب اللي قلنا عليه، السترينث بوينت النقاط الكويسة، فرص التحسين، الملاحظات بتاعتي، حالات عدم المطابقة، بقول في الاخر النتائج الاستنتاج بتاعي في الاخر، بقول توصياتي في الاخر، لو الدنيا محتاجة فولو اب فيزيت بقول لهم يا جماعة دي ميجور او ماينور ومحتاجين نعمل فولو اب فيزيت ليكو بعد كده. يبقى احنا كده خلصنا الجزء مهم جدا اللي هو النص التاني من عمليه كوندكتنج الاوديت. يبقى بالحلقه دي والحلقه اللي فاتت لو انت استوعبتهم كويس انت قادر على تنفيذ اي نوع من انواع الاوديت بشكل جيد. اتمنى ان تكونوا استفدتوا من المحاضرتين دول، واي حد ليه سؤال يكتبوا لي في التعليقات من الزملاء اللي بيمارسوا الاوديت او اللي عاوزين يمارسوا الاوديت عشان اقدر ارد لهم عليها. ونشوف على خير ان شاء الله في الحلقه القادمه. معكم ايمن ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.